وهذه الحمد لله هذه عقب ما خلصناها، هذه حقي أنا والعيال خذوا، بس إن العيال ما يأكلون دون عداني، وهذا اللي بالجدر خلاص، بس ما شاء الله وعليهم بالعافية وعلينا عليكم بالعافية. مساء اللي قاعد تقولي تنقص، مو تنقص يعني قصدي طلع نقوص، لا ما طلع نقوص ولا تعقد، وأنا أبو مبارك هو إلا عليك، بس إذا حفتيها حوف ما لا تعقد ولا تطلع نقوص ولا شيء، بس حوفيها عدل وضربوها عدل وإن شاء الله تضبط معاكم. واللي يبي صحن عصيدة الساعة المباركة، شوف ما شاء الله خذ طعمها هذه لذيذة. علينا وعليكم بالعافية، يلا نشوفكم على خير ومع السلامة، وإن شاء الله يوم ثاني سوي حلو ثاني.